يغادر بالناصر وحده، وانما غادر مع ايضا مع فارس الشايبي على متن حافله نقلتهما الى الفندق. لحد الساعه ليست هناك اخبار متداوله حول اي اصابه او اي امر كان، ربما تكون حصه تدليك لثنائي التقويه او ان كانت اصابه سنكشف عليها عبر قناه البلاد التي ربما توفيكم بكل الاخبار وبكل مواعيدها الاخباريه. واصل الحديث عن الناخب الوطني الذي اتى للحصه التدريبيه او اول حصه تدريبيه بعد مباراه امس، وبدايه من يوم الغد ستكون الحصص التدريبيه كلها في توقيت المباراه بدايه من الساعه الثانيه مساء. ربما هذا لتعود اللاعبين على درجه الحراره العاليه وتحضيرا للقاء الحاسم يعتبره الناخب الوطني ضد منتخب بوركينا فاسو لا يستهان به، الذي فاز ضد منتخب بريطانيا ايضا لديه ترتيبه محترمه، ومدرب امين عبده الذي يعرف كيف يوظف لاعبيه. وشاهدنا اليوم عندما ترى لقاء بوركينا فاسو ولقاء ضد موريتانيا تلاحظ انه يوجد هناك خطه لاعب، يوجد هناك ناتش تكتيكي، وربما مستوى متقارب بين المنتخبين مقارنه بمباراه يوم امس بين المنتخب الجزائري والمنتخب الانجولي. يزيد فوز بوركينا فاسو سيصعب الماموريه، ولا حديث غير الفوز امام هذا المنتخب لضمان التاهل للدور المقبل.